سنقدم في هذه الحلقة مقارنة بين طائفتي السنة والشيعة. هل تجاوزت الطائفة الشيعية الطائفة السنية؟ أم أن السنة لازالوا في الصدارة من حيث عدد السكان؟ أيهما أكثر انتشاراً في الدول العربية ودول العالم؟ ومن يشكل الغالبية العظمى؟ تابعوا هذا الفيديو للنهاية للحصول على جميع الإجابات. أولاً، الانتشار. يستقر الشيعة في أماكن متفرقة من دول العالم، ومن أهمها إيران وباكستان وأذربيجان. والجدير بالذكر أن الشيعة لا يتواجدون في المناطق ذات الأغلبية السنية مثل شمال أفريقيا وتحديداً في الجزائر، بينما يشكل المسلمون السنة الغالبية في معظم الدول العربية باستثناء دول قليلة، حيث هناك خلاف حول من يشكل الأغلبية منها بين السنة والشيعة مثل العراق ولبنان، كما يشكلون السنة الأغلبية في جزر المالديف وتركمانستان. ثانياً، عددهم في الدول العربية. تعتبر العراق موطن الشيعة، حيث تحتوي على أكبر نسبة للشيعة في العالم. وبحسب إحصاءات لعام 2021، فإن عدد الشيعة في العراق يبلغ حوالي 21 مليون نسمة، أي 52% من نسبة سكان العراق، بينما السنة في العراق فيبلغ عددهم حوالي 17 مليون نسمة، أي 42% من نسبة السكان. أما في السعودية فإن الطائفة السنية هي التي تسيطر على عدد السكان، حيث يبلغ عددهم حوالي 31 مليون نسمة، بين الشيعة يبلغ عددهم حوالي 5 مليون نسمة فقط. في البحرين تتواجد نسبة مرتفعة من الشيعة، حيث يبلغ عددهم 1,200,000 نسمة. تتراوح هذه النسبة ما بين 60-70% من نسبة السكان الأصليين في هذه الدولة، بينما يبلغ عدد السنة 646,000 نسمة فقط. في مصر تشكل الطائفة السنية الغالبية، حيث يتخطى عددهم 90 مليون، بينما يبلغ عدد الشيعة في مصر من 2-3 مليون مسلم شيعي، أي أقل من 1% من عدد السكان. في الإمارات يتجاوز عدد السنة 8 مليون نسمة، بينما يقدر عدد الشيعة بحوالي 1,500,000 نسمة. في لبنان عدد المسلمين السنة في لبنان وصل إلى 1,088,000، ما يمثل 30.6% من سكان لبنان، بينما الشيعة 1,074,000، أي 30.4% من سكانه. في الكويت الأغلبية للسنة، حيث يبلغ عددهم 3 مليون، بينما عدد الشيعة حوالي 300,000. بالنسبة للصومال فلا تواجد للشيعة، حيث أن السنة يشكلون 100% من إجمالي السكان، أي حوالي 16 مليون نسمة. سنعرض لكم في هذه الخريطة توزع المسلمين في العالم العربي، حيث البلدان ذات الأغلبية السنية ممثلة باللون الأخضر، والبلدان ذات الأغلبية الشيعية ممثلة باللون البني. ثالثاً، عددهم في دول آسيا. أما بالنسبة لدول آسيا حسب دائرة المعارف الحسينية، تقع إيران في المرتبة الأولى، حيث تشكل الطائفة الشيعية 95% من نسبة سكانها، أي 80 مليون شيعي. تليها أذربيجان بحوالي 7,400,000، وأقلها في بنغلاديش بحوالي 411,000 شيعي. وفي الصين يتواجد 3 ملايين شيعي وحوالي 120 مليون مسلم سني. أما بالنسبة للطائفة السنية فهم يشكلون الأغلبية في أندونيسيا، حيث يتواجد 235 مليون سني، أي بنسبة 86%. في باكستان عدد السنة وصل إلى 176 مليون، بينما يشكل الشيعة حوالي 11 مليون من إجمالي مسلمي باكستان. سنوضح لكم في هذه الخريطة توزع المسلمين في آسيا، حيث أيضاً تضغي الطائفة السنية على أغلب بلاد آسيا. رابعاً، عددهم في دول العالم. من أبرز دول العالم التي تحتوي أكبر عدد من الطائفتين هما دولة مايوت، وهي جزيرة في المحيط الهندي، حيث أن المسلمين جميعهم من الشيعة ويشكلون 79% من إجمالي السكان، أي حوالي 214,000 شيعي،
بينما دولة غامبيا في أفريقيا تحتوي على أكبر نسبة من المسلمين السنة، حيث يشكلون 90% من إجمالي السكان، أي حوالي 2,200,000. أما في روسيا فيبلغ عدد السنة حوالي 19 مليون. خامساً، مجموع عدد المسلمين عالمياً. وفقاً لأحداث الإحصاءات السكانية لعام 2021، فإن عدد المسلمين في العالم تجاوز 2 مليار مسلم يتوزعون على جميع دول العالم، حيث يبلغ عدد أتباع الطائفة الشيعية 345 مليون شيعي، بينما يقدر عدد السنة في العالم قرابة 1,500,000,000 مسلم سني. وتبعاً للإحصائيات، فإن الشيعة يشكلون حوالي 13% من إجمالي مسلمي العالم، أما المسلمين السنة فيشكلون من 80 إلى 90%. نتمنى أن يكون هذا الفيديو نال أعجابكم، كما يمكنكم مشاهدة فيديو عن الخلاف السني الشيعي والفرق بين الطائفتين عبر الضغط على هذه الصورة. لا تنسوا في الاشتراك في القناة وتسجيل الإعجاب وترك تعليقاتكم وملاحظاتكم، وشكرا لحسن المتابعة.